افلام تاع الكلام اعطيني سلام خصنا بوكو ارقام كلامي فريم ماشي دوزي ام بلا ما تسحق علينا في غان صوت الف سيستم ماشي خمسي سكوتر اي حاجه تدخل في واش الدراري مهم فلوك جديد عاوتاني معانا اليوم محبوبة الجماهير اس اسو 2022 اللهم بارك اللي كتجيب هاد الديزاين هذا اللي يعني خرجوا له الديكال يدور يجي مع الموتور الماسك راه مبدل بزاف على سو 2018 ولا 2019 الموتور اللهم بارك باقي جديد غنبلبلوها بيه اليوم. واحسن حاجه عجبتنا الدراري هي الكونتور ديجيتال يعني اللي جاب طيحوا لي ديزاين اللي تبارك الله. وهاد العيبه هادي بالضبط هي اللي غنوريكم دابا ندير ريزرفوار الطريقه كيفاش كتحل عجبتني بزاف. والموتور ندرقوا ليه ماتريكين ونخليوكم مع البلباله دور الفلوق ديالنا ان شاء الله. وهاد الفلوق الدراري غيكون على جوله خفيفه يعني ما غاديش يكون شي حاجه قريبة تسالي لا صورانس غتسالي غتكون سالات اصلا غتكون سالات مع الزر غنشوفو الباك شي بلايص لي يكون فيهم هنايا في حدانا في المحل ديش فيه هو الاس اسو شو كاين شي زحام مانع وكاين شي زحام مفرغ الغدار بدا ايوا هذيك عمو انكشا اش كدير تما انت انت اش كدير تما انت اش كدير تما انت اش كدير تما سير عمو سير
الله يحفظك. مكرهش الشنطة يكون كبير وفي زحام بزاف. زعامة ديال ديك الدنيا الله يري وناخذ شي بياسة شي دي ماكس شي دي ماكس بنوري ناخذ شي دي ماكس خلدو سير سير ناني ناني حتى رجع بلاك ليش كنت سطع نتلف عليه ايو شي زادك يوم ناري 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 سردنا حطة طيش الدرير ألس إبراهيم ألس إبراهيم خسارة صورة نوريكم دابا ما كنبغيش نعركش فيها 100% مو الطاكسي حلف تيدور صافي دابا كنجاود ديرو فراني ياود حنيني كاينة مو الطاكسي دابا كنجاود او ماي جاد صافي درنا قدر جبوشنا طلع من روفه هذا ودان ابغى يلعب زحمه خاصنا زيد زيد دخلني هنا انا اعطيني بلاصه هنا قلت لك بغيت بلاصه هنا انا اللي جاب بلاصه هنا انا باغي بلاصتي راسي هنا والله تبع راسي هنا برب
الا الطوبيس ما تمشيش وراه الطوبيس اكثر حاجه محنطة الدراري اللي ما عندهمش بيرمي ولا يباش تما كيترطاو وي ابراهيم ارحمني النعسو من اكثر المطر الدار اللي مان عين وسط المدينه راه خلاص ما تعرفوش الحال وصل هاد السيري فلاني والله فارق المطار تاع الدراري يعني ما تنساوش تبارك الله في لي كومونتير لعيبات لا حفظك ترى الدراري ديك الشيء راه زغبه فريني فريني قلت لك فريني ايه ريمون طاكسي كيحصل قوس على راسي الدراري كيما هكا تحمس هادشي اللي كيعجب فيه الدراري ما كتحمس سابقا نواف سيو 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 راك هنا تنعيط خويا الكبير تنعيط خويا الكبير دق سلامة انت طارق ايش داير لك
الدراري واخا لاحظت رجلي في اللقطه ولكن الراجل ترى مش عارف بومو على الدراري راه ما كاينش حنا كنقول انا نبقى نعير راسي غير تهضر درتي كتسمع دور على الكوطا في الحاج هاد البلايص هادو كتلقى شي العساس الكارديان كيولي خدام معاهم شتي الاولى سير سير لي فون لي فون دابور غتاع وين سمع حنا على كاع ياك بحال هكا كتقال الدراري ما كدبش شو دابا هذا شوف محسوب هذا صح بوليسي بوليسي ولا تسنى ولا دراري تسنى ولا قلت لكم مساحه خاصه الدراري كاين فهمتي راسك رجع رجع ايا وليدي شتي بس ما وقع قول لي شكون اللي بعث لك الكلاب وخلاك انت مسيب كتنبيعها بوحدك تنبيع كل الكليب الله يسلم دري انا مزنب جد حي الله يشاء درت لي دورات كوت الدراري شو ترى ترى ما عرفت الدراري علي السي ابراهيم هذا حضروا دير نضاد انا معلم مكتوب لي دير لا ريح هادشي شفت في الولفه اي بلاصه تقدر تساعدهم مع كل هذو اللي عندنا في الولفه حاقدينهم دراري الدراري بغيت نبغاو الدراري بارطاج لايك بالبال الدراري غتفراشين غادا ان شاء الله بحال هكا غنوطو شي لي نيفو لا انا لا لي زابوني لا التفراج ديالكم كلشي غيكون شي نيفو اللي مقود ان شاء الله اللي زوين باذن الله عز وجل كتكتب شي حاجه هادي حاجه باينه يعني الدراري باش ما خلوش على خوكم بلايك ولعيبات ورابو ونتلاقاو في الوقت ان شاء الله راه كنحاولوا نشوفوا شي ديمار ولا شي لعيبه بحال هكا ورا هادشي